بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك سورتان في الصلاة نقرأهما، نعم، بعد الحمد معا، سورة الضحى وألم نشرح، كأنهما سورة واحدة والمضامين مترابطة. رب العالمين يذكر نعمه على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في سورة الضحى يقول: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وكذلك في سورة الانشراح يعطف: ألم نشرح لك صدرك، يعني وجدك ضالا فهدى، وجدك يتيما، وجدك عائلا، وجدك في ضيق، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إذن المضامين مترابطة، ومن هنا نقرأهما في الصلاة معا، الضحى ثم ألم نشرح. وكذلك الفيل والإيلاف أيضا مضامين مترابطة، سيأتي في وقته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. النبي كان صدره يضيق، رب العالمين يقول: نحن الذين شرحنا لك الصدر. وأنتم إخواني تعلمون إذا القلب ضاق لو أعطي الدنيا بما فيها لا ينفعه، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذن الناس يبحثون عن الراحة في المتاع، والحال بأن الراحة في القلب. ولكن فرق بين هموم النبي وبين همومنا نحن. نحن يضيق صدرنا لأمور الدنيا، لضيق المعيشة، لغضب الزوجة، لغضب الأولاد إلى آخره، ولكن صدر النبي ما كان يضيق بهذه الأمور. كان شعاره: إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي. إذن النبي ما كان يضيق صدره بكلام عتاة المشركين: قل الله ثم ذرهم. كان يضيق صدره لأجل عدم استيعاب الناس لرسالته، بمثابة الطبيب بيده دواء يرفع المرض والمريض يموت ولا يستعمل هذا الدواء. كم يضيق صدره يرى الإنسان أمامه يموت ولا يأخذ الجرعة المنجية. إذن النبي كان هكذا يضيق صدره. وهنا درس عملي لنا جميعا إخواني أخواتي: المؤمن إذا وصل لهذه الدرجة فعليه ألف تحية وسلام. قلبه يضيق لهموم الأمة. في دعاء العهد ماذا نقول في آخر دعاء العهد؟ اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره. هذا همنا، هذا غمنا. المهم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهر النبي هو في الواقع هموم الرسالة كما ذكرنا. ثم تقول الآية: ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورفعنا لك ذكرك، رواية جميلة جدا. يقول: أتاني جبرائيل فقال: إن ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك. طبعا هنا ورفعنا لك ذكرك، ولعل والله العالم بعض أوقات رفع الذكر على الإنسان أي لخسارته، بعض الشهرة، بعض ارتفاع الذكر مقدمة لأن يقتل الإنسان. مثلا بعض المشاهير عندما اشتهروا، نعم، غيبوا أو قتلوا. إذن رفع الذكر مو دائما لصالح الإنسان.
قلت الله أعلم، فقال نعم إذا ذكرت ذكرت معي. رب العالمين يقول إذا ذكرت ذكرت معي، أين شهادتين؟ المسلم إذا أراد أن يسلم لو قال 1000 مرة لا إله إلا الله فهو كافر، قال لا إله إلا الله أنت كافر، إلا أن تشهد برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الأذان المؤذن يرفع صوته بالشهادة والنبوة، في الإقامة، في التشهد، في الركوع، في السجود، أينما ذكر الله عز وجل ذكر حبيبه المصطفى، إلى درجة قلنا في حديث سابق سجود السهو إنسان كأن يريد أن يعتذر إلى الله عز وجل مما سهى في صلاته. ماذا يقول في سجوده؟ بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي. هو في حال السجود ويسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خرج النبي يوما مسرورا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين. إن مع العسر في اللغة العربية عندما يؤتى بالكلمة وعليها إن مع العسر، إن مع العسر، هذا إشارة إلى العسر السابق، ولكن النكرة ليس لها هذا الحكم، يعني العسر عسران، عفوا العسر عسر واحد، ولكن اليسر يسران. الذين يعيشون الضيق والألم والأذى ليعلموا أن هذه سنة الله في خلقه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت، واقعا هذه الآية الأخيرة عجيبة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا رسول الله إذا فرغت من عباء الرسالة، أديت ما عليك من التكليف، فانصب، أي أتعب نفسك في العبادة. البعض منا عندما يؤدي مهمته يذهب إلى الحج ويرجع يقول فترة نرتاح من الخير ومن قيام الليل لأن أدينا عمل يعتد به. القرآن يقول إذا قمت بالخير بعد ذلك استمر، فإذا فرغت فانصب. يقول المفسرون أتعب نفسك يا رسول الله في العبادة. وهنالك رواية عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، ولهم الحق في تفسير القرآن وكل الحق، هم عدل القرآن الكريم. قال نسب إليهما فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة. بعض الناس ينتهي من الصلاة ويخرج من المسجد وضيف الله صلى الواجبة في جماعة من المسلمين ولعله خشع في صلاته، اغتنم الفرصة، أطل السجود بعدها، أطلب من الله ما تريد، ساعة الاستجابة. يخرج إلى أين يا فلان؟ عندي زيارة فلان، أو يذهب إلى مأدبة من الآن فرصة اغتنمها واطلب من الله عز وجل ما تشاء. وقد قلنا لكم ما فيما مضى، إذا أردت أن تدعو بدعاء جامع ماذا تقول؟ قل الله أسألك خير الدنيا، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعلنا من المستنين بسنة حبيبك المصطفى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.